يا اهلا بيكم. هنتكلم في الفيديو النهارده عن الاندرويد سترينج ليست اكتيفيتي. وفي الحقيقه الليست اكتيفيتي هي كومبوننت من الكومبوننتس المهمه قوي في الاندرويد، لاننا لو جينا بصينا على شكلها بيبقى عامل ازاي في البرنامج. لو جينا بصينا هنا، الشكل الاولاني دايما بيبقى عامل بهذا الشكل، اللي هو بيبقى عباره عن اري من السترينجز. ولما بنكليك على اي واحد منهم الاوبشن بنستارت نيو انتند. الشكل التاني اللي هو يبقى الى حد ما more complicated، اللي احنا بنقدر نحط في الاول زي icon او image، وبيبقى فيه زي description ليها، او الاوبشن بيبقى فيه string. هنا النوع التالت اللي احنا بنقدر كمان ندخل معاها component تانية خالص، زي مثلا button او text edit او هكذا، او edit text. يعني تبقى كومبوننت تانية ممكن تخش معانا في نفس الويندو دي. فدول الثلاثة بروجكت اللي احنا هنتكلم عليهم في الفيديوهات اللي جاية. فخلينا نبدأ بأبسط واحد النهاردة، اللي هو السترينج ليست اكتيفيتي. لو احنا جبنا الايكليبس بتاعنا، عملنا نيو، و بدينا مثلا هنا نخليه جوه السكرين، وبعدين عملنا نيو، عملنا اذر، وبعدين اندرويد ابلكيشن بروجكت سميناه وليكن اندرويد سترينج ليست اكتيفيتي بهذا الشكل. جينا هنا غيرنا وليكن الايكون حاجه مثلا زي كده، وبعدين جينا هنا سميناها المين مينيو مثلا، وبعدين قلنا فينيش. فهجي عندنا دلوقتي شكل البروجكت. لو رحنا للسورس دايركتوري وبعدين دخلنا على المين مينيو كلاس، اول حاجه عايزين نعملها طبعا اللي احنا بدل ما نكستند الاكتيفيتي عايزين نكستند الليست اكتيفيتي. بعدين نعمل سيف، وبعدين هنا نعمل امبورت للليست اكتيفيتي هنا. فدلوقتي فعلا التو فانكشن دول موجودين جوه الليست اكتيفيتي، فدلوقتي الايرور راح. ممكن نعمل امبورت في شورت كات دايما بحب استخدمه، اللي هو كنترول شيفت او، هنبقى نستخدمه في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. هنا اول حاجه عايزين نعملها بالنسبه للمنيو اللي احنا عايزين نظهرها، لازم يكون عندنا array of string. ف array of string زي بهذا الشكل مثلا، كنت كاتبها في مكان تاني عملت لها بيست دلوقتي، فهي متعرفه على انها static final string. ممكن تبقى اسمها main menu وهي array of string، وجواها مثلا كل الفيديوهات اللي احنا نتكلم عليها في الفترة اللي جاية، البوتوم ديمو زي هنانتجريت مع الاندرويد بوتوم اللي احنا عملناه قبل كده، وبعدين في ايميل بريفرنس ميوزكس ايميج كاميرا داتابيز وهكذا. دي كل الحاجات اللي هنتكلم عليها. تاني حاجة عايزين نعملها اللي احنا نوقف ان هو يعرض الاكتيفيتي مين منيو اللي هو الاكس ام ال فايل ده، وعايزينه بداله نعرض السترينج دي على الشاشة. فبالتالي هنضطر ان احنا نستخدم فانكشن اسمها set list adapter. دي فانكشن set list adapter، والبارامتر بتاع دي بتاخد كلاس اسمه array adapter، اللي هو بيبقى of string. اول بارامتر بالنسبه للاري adapter هو this، اللي هو ريفرنس للمين مينيو. وبعدين تاني بارامتر بيبقى عبارة عن، كنا نحطه في سطر تانية عشان يبان، اللي هو بيبقى عبارة عن اللي اوت. في عندنا ستاندر لي اوت من اندرويد، اللي هو اسمه سيمبل ليست ايتم 1، ده اللي هي من الليست للايتم اللي احنا هنحطها. وبعدين تالت حاجة عايزين نحط الاري اوف سترينج اللي هي المين مينيو، اللي بقى لنا دلوقتي اللي احنا نعمل امبورت للاري ادابتر. الايرور ده اظنش فيه مشكله، وبعدين بعد كده خلاص البرنامج بالنسبه لنا كمل. دلوقتي كل اللي احنا محتاجينه اللي احنا نعمل ران البرنامج، فنقول ران از، وهنا نقول اندرويد ابلكيشن، وبيقول لي سيف التشينج اللي احنا عملناها في الفايل، قلت له فهو دلوقتي بيعمل ديبلويمنت للابلكيشن حسب البروجرس بار ده. فهي دلوقتي لو جينا بصينا فعلا كل الحاجات اللي احنا حطيناها للبوتون ديمو ايميل بريفرنس، الفكره اللي احنا لو جينا عملنا كليك لاي اوبشن دلوقتي
مفيش اكشن لسه بتحصل. ده اللي هنشوفه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. انا شاكر جدا لمشاهدتكم الفيديو ده، واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.